غارات مكثفة شنها الطيران الروسي ومعه طيران النظام على بلدات ريف حمص الشمالي. قصف بالبراميل المتفجرة وراجمات الصواريخ طال جبهات الغربية لريف حمص الشمالي وعلى بلدة تير معلا تحديداً، التي تتعرض أحياؤها السكنية ومرافقها العامة لهجوم مكثف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ أسقط المئات من القتلى والمصابين بحسب النشطاء في البلدة. العشرات من الجرحى والمصابين امتلأت بهم مستشفى تير معلا الذي طاله القصف أيضا، ما دفع بالمسعفين إلى الخروج بالمصابين إلى البلدات المجاورة، إلا أن نيران القصف كانت لهم بالمرصاد. استهداف هذه البلدة، حملة النظام الهجومية على بلدات ريف حمص الشمالي دفعت بالأهالي إلى توجيه نداءات استغاثة لجميع الجهات لتقديم المساعدات وإنقاذ المدنيين بعد النقص الطبي الحاد في المستشفيات وغياب المواد الغذائية والإغاثية. تحت الأنقاض، إلى جانب تهجير الآلاف من المدنيين بعد أن تحولت بيوتهم إلى ركام نتيجة القصف العنيف. بلدة تير معلا التي كانت ملجأ لآلاف من النازحين وخط امداد مهم لبلدات الريف الشمالي باتت محاصرة ومهجورة يسودها الظلام والخوف، وهكذا هي الحال في بلدات ريف حمص الشمالي. ملوك الشيخ، العربية.